السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي يزن أبو كويدر وأنا بعمل هذا الفيديو لسببين. السبب الأول إني نجحت بامتحان الـ FPGE من أول مرة وحابب أنقل تجربتي لكم. السبب الثاني إنه أثناء تحضيري لهذا الامتحان حاولت ألاقي عن معلومات ونصائح من ناس خاضوا هذه التجربة وقدموا الامتحان، ولكن للأسف المعلومات كانت ضئيلة جدا خاصة بالعربي. فلهيك حكيت بيني وبين نفسي انه اول ما اخلص من هذا الامتحان وانجح فيه ان شاء الله راح اعمل فيديو عشان اساعد الناس اللي متقدمين لهذا الامتحان ويستفيدوا من تجربتي. بالنسبه للناس اللي ما بتعرف شو هو امتحان الاف بي جي اي، امتحان الاف بي جي اي او it stands for the foreign pharmacy equivalence examination. It is offered once a year and the candidate has to obtain the desired TOEFL exam before he can sit for this test. طبعا هذا الامتحان هو أولى خطوات للحصول على رخصة مزاولة المهنة في أمريكا للناس اللي تخرجوا من جامعات من خارج أمريكا. طبعا هذا الامتحان معمول من قبل هيئة تسمى National Association Boards of Pharmacy. بتعمل هاي الهيئة عملت امتحان FPGE عشان تشوف هل مستوى التعليم الصيدلاني اللي اكتسبه الخريجين من برا أمريكا يعادل ما يتم تدريسه في الجامعات الأمريكية. طبعا هذا الامتحان زي ما حكيت هو أولى خطوات للحصول على رخصة مزاولة المهنة ومزاولة مهنة الصيدلة في أمريكا بكافة مجالاتها. بالنسبة لأسئلة الامتحان، طبعا أسئلة الامتحان ما راح تكون بدقة أسئلة امتحان الاختصاص أو السبيشاليزيشن. أسئلة الامتحان مستواها من متوسط إلى صعب، ولكن أسئلة الامتحان كتير دقيقة، بمعنى أنه كلمة ممكن تغير صيغة السؤال كليا. فلغويا كلمة واحدة ممكن تأثر على السؤال، ولكن ما راح تكون أسئلة معقدة، يعني ما راح يكون في سؤال ويكون عليه أربع إجابات وهدول الأربع إجابات كتير قراب من بعض اللي تعقد الممتحن، لأنه هاي الهيئة هدفها الأساسي هو إنه تشوف هل تعليم أو الشخص المتقدم للامتحان مستوى تعليمه يعادل ما يتم تدريسه في أمريكا، فمش هدفهم إنه يعقدوا الممتحن أو يضيعوا له وقته. الموضوع الثاني اللي بدي أحكي فيه هو عن موضوع الريسورسز أو على شو أدرس عشان أحضر لهذا الامتحان. طبعا بالنسبة إلي حسب تجربتي إنه الإشي بيعتمد على إشيين، لأنه في كتير ريسورسز على الإنترنت وبتغطي الامتحان، ولكن ممكن إنه تحتوي على معلومات كتير إنت تضيع وقت عليها وهي ما راح تفيدك أصلا في الامتحان. فالإشي اللي بهم عشان تعرف شو الريسورس اللي تدرس عليه هو التايم تاعك للدراسة، اثنين your background والexperience تاعتك أو knowledge تاعك. فبالنسبة لي أنا اعتمدت على المين ريسورس اللي اعتمدت عليه اللي هو APHA Complete Review for FPGE Second Edition. طبعا اعتمدت على هاد عشان أدرس الفور سيكشنز للامتحان، وصراحة ركزت من هذا الكتاب ركزت على section 2, 3 and 4 ودرستهم بشكل كتير منيح، يعني لازم تراجع اللي درسته at least twice before you can sit for the exam. بالنسبة لل resource الثاني هو عبارة عن Lippincott، درست منه الفارماكولوجي، وصراحة هو كتاب كتير سلس وسيمبل انك تدرس منه الفارماكولوجي لانه كتير مبسط. بالنسبة للريسورس الثالث اللي انا استخدمته هو الRx Prep. طبعا هذا الكتاب هو يستخدم للنابلكس وليس للFPGE، ولكن انا استخدمته عشان اغطي certain topics in pharmacotherapy والcalculations. هلا في بالنسبه للريسورسز في نقطه حاب احكيها هو الكورسز، يعني كتير ناس بيحكوا هل اخذ كورس احضر لامتحان اف بي جي اي ولا لا. طبعا الكورس راح يكون مكلف جدا ماديا، ولكن مين بيقدر يلجأ للكورسز؟ للناس اللي بيكونوا فول تايم جوب وما عندهم وقت كافي انهم يقرأوا هدول الريسورسز، مثل الـ APHA يقرأوا ما عنده وقت كافي له.
او انه يكون الممتحن بحب او انه يدرس مع جروب اسهل من انه يدرس لحاله، او انه يكون الخريج له زمان متخرج فالكورسز راح يفيدوه اكثر من انه يرجع يدرس الاشياء من الصفر لحاله. فهاي نقطة الريسورسز اللي بدي احكي عنها. اشي تاني بدي احكي عنه اللي هو البري اف بي جي اي اي تيست، اللي هو برضو هاد الامتحان من قبل الناشونال اسوسيشن بورس فارماسي، زي عبارة عن اسئلة او اسئلة امتحانات الاف بي جي اي السابقة، بتكون الناب عمليتها للناس اللي بدهم يحضروا للاف بي جي اي. طبعا انا بالنسبة لي حسب تجربتي انه انا قدمت هذا البري اف بي جي اي لسبب واحد فقط، انه انا بدي اعرف شو ممكن او شو صيغة الاسئلة اللي ممكن تجيني في امتحان الاف بي جي اي. فهذا هو السبب الوحيد اللي انا قدمت البري اف بي جي اي. اما بالنسبه للناس اللي بيفكروا انهم يقدموا هذا الامتحان اللي هو البري اف بي جي اي عشان يشوفوا هل انهم يقدموا امتحان الاف بي جي اي او لا، او انه يشوفوا هل اذا جابوا سكور النجاح يستخدموا انه انا بقدر اقدم الامتحان او لا، فهذا اشي خطأ، لانه سواء كانت العلامة منيحة او مش منيحة فهي مش مقياس انه انت تقدم الامتحان او لا، لانه الاسئلة ما بتكون كتير randomized على كل السكشنز، ممكن تكون مركزة على سكشن معين، فهي مش مقياس انك تعتمد على البري اف بي جي اي عشان تقدم الامتحان او لا. النقطة الأخيرة اللي بدي أحكي فيها هي عن الأسئلة الامتحان أو الوقت للامتحان. طبعا وقت الامتحان هو عبارة عن 5 ساعات، نص ساعة بتكون preparation in order to enter the test center. بالنسبة للأربع ونص ساعات الضايلين هم عبارة عن وقت الامتحان الحقيقي. طبعا في خلال 4.5 ساعات لازم تخلص 200 سؤال، هدول 200 سؤال في منهم scored and unscored questions. بالنسبة لهدول أو للوقت، الوقت طبعا كافي جدا انك تخلص هدول الأسئلة. بالنسبة للناس السريعة في الحل راح تلاقي كتير وقت ضايل معهم وهم مخلصين 200 سؤال. اما بالنسبة للناس اللي بتحب تراجع كتير فممكن انهم يخلصوا على الوقت وممكن يلتحقوا في الوقت، ولكن الوقت كافي جدا انك تخلص 200 سؤال في هاي المدة الزمنية. زي ما حكيت أسئلة الامتحان كتير دقيقة لدرجة انه لغويا ممكن كلمة واحدة تغير من صيغة السؤال بالكامل. فالهدف الأساسي انه تركز انت عن الكونسبت او المعلومة تاعتك كيف بدك توظفها انك توصل للإجابة الصحيحة. وزي ما حكيت هاي الهيئة ما هدفها تعقدك في الامتحان، ولكن هدفها انه تعرف هل انت بتقدر تستخدم المعلومة اللي عندك عشان تحل هذا السؤال، so that they can assess your knowledge انه هل هي مساوية لما يدرس داخل امريكا. واذا حسيت انه هذا الفيديو فاتكو you can share it and like it، وإذا عندكم أي سؤال بالنسبة لتحضير للأف بي جي إي بتقدروا تكتبوا لي إياه في الكومنتس أو تبعتوا لي أي سؤال على الإيميل الخاص تاعي. وشكرا لكم جميعاً.